لعيبه وادي دجله النهارده الماتش يخلص 3 4. وادي دجله مش مصدقين برضو ان انا كل ثلاث دقايق رايح انفراد على الزمالك. دي برضو مش طبيعيه يعني. وغير كمان برضو عشان نبقى بنقول كل اللي شفناه في المباراه, ركله اشتباه في ركله جزاء لصالح وادي دجله في الشوط الاول ما كناش شايفينها كويس في الشوط الاول من زاويه التصوير. طبعا مش ممكن يعني تكون كانت صعبه على الحكم في لحظتها يا جماعه. لما شفنا من زاويه ورا الجول تتحسب ركله جزاء ولمسه يد جت في ايده. لا في ايده رسمي ورافع ايده كمان يعني, حتى مش طبعا في الملعب صعب, لكن هي تقريبا زاويه الحكم صح يعني. اعتقد الحكم معذور فيها, لكن كان في ركله جزاء مستحقه لوادي دجله. الحكم معذور ليه يعني؟ الزاويه صعبه قوي كانت, بس هي يعني فعلا ركله جزاء. يعني احنا لما شفناها مره في العاده واثنين وثلاثه ما كناش شايفينها غير لما اتعادت من الزاويه اللي ورا الجول. عجبني الهدوء اللذيذ ده في تناول حكم أخطأ خطأ. لو كان التيشيرت متبدل وكان لعيب الزمالك اللي بيرفع الكرة وجات في إيد لاعب وادي دجلة, أعتقد كابتن جمال حمزة ما كانش هيبقى بالهدوء ده إطلاقا, وما كانش هيلتمس أي أعذار للحكم, ولا كان هيقول صعبة ولا استنينا نشوفها مع أنها واضحة جدا يعني. لا خالص. وبعدين في حد في الاستوديو قال لا صعبة إزاي يعني. أنا بحييه لأن أنا في البيت شفت إيد لاعب الزمالك وهي مرفوعة, أعتقد ما كانش فيها أي صعوبة. يمكن الصعب شوية إن كابتن جمال حمزة يشوف اللعبة لأسباب تانية, بس في لعبات تانية كان سهل جدا يشوفها بمنظور تاني. نشوف اللقطة بتاعة مباراة والأهلي وكان في جدل على هدف للاتحاد لم يحتسب في الأساس. شوف كابتن جمال كان شايف اللعبة صعبة ولا سهلة. بتتعدى قدامنا الكوره اهي في التلفزيون, الاتحاد جابها جول في الشوط الاول ما فيهاش حاجه, ما فيهاش رزق سيسي اشتراك عادي جدا مع سعد سمير. حتى بص ايد سعد فين يعني, لا بص قدام ايد سعد سمير فين في دماغ سيسي. الكوره طلعت خلاص, الكرة حتى الاصطدام بعد الكوره بالظبط يعني. لا انا شايف هدف صحيح للاتحاد, الهدف اللي هو اللي كان جابه الاتحاد لو اتحسب النتيجه ممكن تتغير. لكن في النهايه الاهلي فاز والاهلي يستحق الفوز. احنا اتكلمنا بس ان الهدف برضو بقى الهدف التاني لما جه برضو اوفسايد, ما دي برضو مؤثره طبعا لسه 1-0. لا بص ثانيه واحده بس, ما اكون كسبان واحد الاتحاد انا 1-0 فك من الماتش من الجونده. يعني كابتن جمال الاتحاد فك من الماتش, والهدف ده اللي ممكن كابتن جمال اخر الموسم يقول لنا انه غير مسار الدوري كمان. كابتن جمال اعتقد بعض اللعبات بتبقى سهله وبعضها بتبقى صعبة, مش حسب اللاعب ايده متشافة ولا لأ, ولكن حسب انت حابب تشوف ازاي. بس كل اسبوع بنفضل نجمع عشان تقدر تشوف بشكل كامل وصلنا لفين يا احمد. لا احنا قبل ما نوصل لفين عايز اقول نقطة مهمة جدا. النتيجة 4-0 وبيقولي الهدف ده كان ممكن يغير مسار المباراة, لكن النتيجة 1-1 كان شايف العذر للحكم حاجة صعبة جدا. المهم احنا عندنا فقرة في الصندوق زي ما وعدناكم, بنجمع من اول اسبوع وبنتكلم على النقط